هاي، شو اللي عم يصير معك؟ انت عم تخبي عني شي صح؟ لا ولا شي. عن جد؟ هات فرجيني. لا 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 لا، مو شي هاي ولا شي. هات اسمعيني شوي. خلاص اخدتها. هي صورتها لهيتال. اسمعيني، انا كان بدي احكي لك. بس شو بدك تحكي؟ شو كارون؟ قول. انا لو كنت بعرف هالشي من قبل ما كنت رح وافق على هذا الزواج ابدا. فهم هالشي كان من الماضي. كان بالماضي؟ شو هذا اللي كان بالماضي؟ ماما شوفي، هي كاران كان محتفظ بهالصورة معه. كاران، هي احكي، قول شو هي؟ يعني شو بدك نعمل هلا؟ يعني بدك نلغي الخطبة؟ ماما لا، انت كيف عم تقولي هيك؟ كارام بيكون خطيبي إلي، وأنا بلشت أعتبر إنه هو زوجي. أنا بلشت أحبه كتير، بس هلأ صرت بعرف تماماً إنه هو بيحب لهيتال. شو ساوي كاران؟ قلي شو أعمل بحالي أنا؟ رح موت حالي. لا بنتي، لا. اسمعيني، أنا أنت اسمع، أنا مو ما بتقدر تتراجع هلأ. أنا مستحيل اسمح إنك تمشي وتتركها لبنتي عم تتعذب بسببك أنت. بتمنى إنك تكون عم تفهم علي. أي خالتي، عم أفهمك. شو رأيك ماما؟ قلتك بيكون صدقنا بعد ما سوينا هالتمثيلية؟ ايه طبعاً أكيد بيكون صدق، بس المشكلة إنه نحنا ما منعرف لأيمتى رح يضلوا مصدق وواقع تحت تأثيرك يا بنتي. نحنا لازم نجوزكم بأسرع وقت ممكن. خدي يا أولاد يا أولاد.